وهذا اللات الصنم كانت تعبده قريش وهذيل، وهو كان في الطائف، وهو عبارة عن صخرة بيضاء كانت تعبد تشير إلى رجل كان يلت السويق، أي يدق السويق اللي هو الشعير، يدق الشعير أو القمح ثم يطحنه، ثم بعد ذلك يضيف إليه التمر والسمن وبعض الماء ويطعمه الحجاج. فكانوا يعجبون بفعله ويذكرونه بخير، ثم وضعوا صخرة تشير وسموها اللات، يعني اللات للسويق الذي يلت السويق، الذي يصنع السويق للحجاج، فسموها اللات. وصارت بعد ذلك يعني في البداية مجرد صخرة تذكرهم بهذا الرجل الصالح، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله تبارك وصاروا يحلفون بها فيقول واللات والعزة، والله تبارك وتعالى يقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى هذه أصنامكم. فهو إذن صار يعبد من دون الله تبارك وتعالى، مع أن بداية الأمر كان غلو في هذا الرجل الصالح، ثم صار الأمر بعد ذلك عبادة لغير الله تبارك وتعالى، صار وثنا يعبد من دون الله جل وعلا.